عرفت تلقى ما يعاود دعنا له ديك الورق قاعد تسالك دابا دابا انا بدكم الحفرة دابا نتوما سرقوا البنت سيتينو الكارثه الكبيره الشفاره جا والبير بداو من نعم شو عند هذاك قال لي حمزه معك بالصح كيفاش بداو من البيت الشفاره جا عندنا بداو من البيت ديالنا هاك قالك الحشاش الشعاد قمع شداو شي بومبا ولا ما بومبا ديالنا سرقنا داو البسطم السلام عليكم مشاهدين ديالنا كنتمنى تكونوا بخير على خير ان شاء الله رب العالمين اخوتي داونا البسطم على الجري انا ياكل ابيض تاكل ديك الثوب تاكل الثوب ماشي كياكلوا ميكا ولا الثوب اه دوري هنايا خوتي خوتاتي جاو الشفاره البارح واش البارح ولا البارح الشفاره والدجاجه قول اول كلمه دابا الكلبه وخا تكون جبنا الشفاره ما تكونش الدجاج جاو خوتي الشفاره للدار داو واحد البومبا ديال واحد السيد معاك كنا داك البير القديم عندنا كان الحاج تيطلع واحد تيطلع البومبا كنخسر فيه البومبا واش الشفاره مكتوب الله اعلم دابا حنا عاد اكتشفنا داك الشيء ايوا عيد النهار اللي تشفر جارنا نهار اللي تشفر جارنا فوقاش لا هما راه جاو شفرونا حنا عاد شفروا جارنا شي 3 ايام دابا شفنا راه حنا راه حتى جا السيد يدير البومبا ديالو ولقى الدوجا نديرو سمعتو تيبكي واقيلا مسكين هذوك شنو هو ما خلاولوش مسكين شنو داو وكيترسخ الله بداك الشيء مسكين ومن بعد عندو واحد المانيطه فيها التيليكوموند كيطلع بها القواز من البومبا داوها له داو له الكابل ديالها وداك الشيء ديالها كلشي ايوا خصو يعلم الجدار تعلمو الجدار دابا ذكرى له دابا خوتي حنا عندنا الكاميرات ولكن فواحد الجهه غادي نزيدوهم دابا تما غنزيدو كاميرات في ديك الجهه تعلموا الجدرميه دابا تعلموا الجدرميه وقعدوا تلقوا الكلب بالليل هذا الصام هذا راه تلقيت ضروري لا والمعيز ندخلوهم البيت ونسدوا عليهم لا هذا الصام خصو ديروا الباب خلينا نسدوا عليهم الصباح النهار خليهم الحاج بنهار المعيز دخلوا سدوا عليهم السيد ما كان قلت لكم الحاج كان كيطلع البومبا وجاب واحد السيد هو اللي كيطلع ديك البومبا كاين معنا هنا في الدوار نيت وعندو الماتريال ديالو باش كيطلع داك الشيء واحد تيليكوموند واحد دينامو باش كيطلع دوك القوادس ودابا فاش جاو الشفرات داو ليه داك الكابل ديال الدينامو بالتيليكوموند ديالو ودازو لواحد البير ديال واحد الجار ديالنا لهاد الجيش شنو داو من تما عاوتاني؟ داو له عاود الكابل كامل قول لا عاوتاني شي كابل عاوتاني من تما هادو اختصاصيين في الكابلات ما جا عندكم حتى واحد تما والله الا بكاو السيد اقسم بالله ما جا عندكم حتى واحد هنا اللي كنتو غتصلحوا البير ما جا عندكم حتى واحد هنا لداخل لا لا هما اللي جاو عندهم ها شكوف هذوك راه ديك راهو بدوك الجيش ها يا حقا شنو انا سمعت واحد القصه ديال واحد السرقه واحد تيكونوا عارفين دابا انا سمعت واحد قالك تيجي يدي الحليب عند واحد السيد والله الا سمعتها في هذا قالك تيجي يدي الحليب وفاش بحثوا لقاو ذاك اللي مع الشيفور هو اللي تيهز البقر وجا سرق البقر للسيد شي شفاره تيكون جا وهذا البلاصه اي انا عارفك عاد تيجي مور داك الشيء شتي كاينه بنتي دابا صام ان شاء الله يبقى يتطلق بلي هذا هو الحلم لان صام صراحة ما تي ويلي حشومه كاع هذا الكلب هذا والله مضيعينو بالربيط حتى الحاجه اللي راه هذا والله مضيعينو بالربيط كلشي كيخاف منه دريس باش كيجي الصباح تيخاف منه كيطلع تنخاف انا بالعكس انا عزيز عليه دابا مشكل دابا الدري تيخدموا ولا تيخافوا من صام ما تيشوفوا تيصرف كاك هو ما يقيش انا ما يهضرش معاه عارف اللي حافظ به اللي كاين في الدار تعرفهم عارفنا حافظنا ولكن لا جا البراني واحد المره انا خليته معاه يعس معاه في الليل هنا على الدارية حيت هو كان تيعس وخليته معاه وقطع فيه قال لي راه ما قال لي ما قدش يخرج تيهدش عليا ولكن كيخلاني ها راه هو خاص مهيب ما كتسمع دابا هو دابا صام صام عارف شكون اللي كيحكم فيه وشكون اللي ما كيحكمش فيه دابا ملي كيكون شي واحد ما تيحكمش فيه الا مشى تضار فيه ولا هذا راه هو تيعرف ولكن الا مشى ضار فيه راه غادي يشوف معاه يقول له زعما تضرش فيا انت ما كنعرفكش مع ديك اللعيبه ديال واش انت اللي مخدم لي لا هادي زعما شتي بقاو المعزي دخلوا البيت سدوا عليهم غادي نسدو دابا على المعيز لداخل ونبقاو نطلقو صام هذا هو الحل خلي الشفار يدور هنايا ردوا السيد الاخر ديالي بقى كيبكي مسكين هذا القوم ويلي ديك البلا عرفتي عزيز عليا الكلب المسكين هذا هو بغيت تصنط ندريسي تبارك الله ايوا كمل كلشي شفنا قدام عباد الله قلت لك كلشي يمك ما تضحكش معاك تهضر معايا نيشان صالي 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 انا تنتوضا وتنصلي وسير بعيد مني صالي 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 يلا صالي صالي سي سي هاك قول لك كلشي قول لك كلشي اصي اصي با بوجي با بوجي شنو هما يتحركوا ما بوجهت لك عرفتي شحال مسكين ما تطلقش دابا ولف تاع الربيط وعزيز عليه اللي لعب معاه اخوتي شوف الكارثه هذه كما شفتوا في الفيديو اللي فات الكلبه كلات الدجاج عاوتاني تفاجئ الحاج داك جاو الشفاره للدار مشكله دابا ولف راه شفتوا فين كان كيغوت الوز
ياك البارح ولا ولا البارح قال بابا قال لي الوز الحباش هل الحسد الكلاب حسوق كي يغوت وات وات باللي الوز ضرب حسم داك الحباش قال لي بابا كون هاد بابا ضرب دوره وين راه يكون تما الوز تبي تديك الجهه ولكن شكون اللي يعرف حنا السيد جعنا دابا البير ديالنا حنا كلشي مقاد الحاج داك الشيء ومسيم على البير كلشي لتحت الماتريال ما لقاو ما يديو القلو هذاك ديال السيد ديجا صوب لنا البير دابا الله كنا مخبعين داك الشيء شكون السيد يشوف جنيباته شتي داك السيد شكون يتبعو باش عرفوا دار لنا البير اذني شي حد مننا من دابا هادوك قالك جا جاو عندهم شي وحدين دارهم الكابل واني شي وحدين جاو تما شي دراري وقيلا قالك قالوا لهم زعما باش تشكوا راه الجدران باش يجيو تيقول لك فاش تشك واش كاين شي حد اللي جا عندك هنا ما ماشي عارفو كاين شي جوج دراري واقيلا تيبحثوا غادي يشوفوا معاهم هذا وراه كيدير ايوب البوليس هما داك الكلاب هذا واش هادو ولا البرجي لا دا دكي برجي هذا والبرجي كاين البرجي وكاين شي بوليس وكاين المالينوا تيبغي واش بان القباسي فهاد الغريبه اللي داروا الشفار ولدي دار الشفار بلا الحرام انا راه عرفوهم عرفوهم راه عرفوهم ويلي السلام عليكم داخل الوطن وخارج الوطن كيف غادي يلبس عليكم الشفار ولدي تيبقى غير الشفار ديما يطرب جعل غادي يطرب لا صافي عرفوهم صافي مزيان يا ودي الله يلا مزيان صافي دابا غادي يديروا معاهم اللازم يتربوا واش عمرك شفتي الشفار تيبقى ولدي عمرك شفتي الشفار كل لاباس عليه راه حنا عندنا راه عندنا الكاميرات دايرين بالفيلمه كامله غادي يحيدوا هذيك واحد الجهه اللورانيه اللي غادي يدير فيها حاج الكاميرا اليوم ان شاء الله غادي يمشي لك يا الكاميرا بابا غيشدوا في مكانه ان شاء الله وراه عرفوهم خلاص الناس ديال الدماعجين حتى الدوار هنا غيديروا بصمات غيجيو مالين هادو يديروا بصمات ان شاء الله ما زين في الدوار هنا الدوار تيحضي تبارك الله كل شيء شي كل شيء عارف الحكومه ودي من المسرح كاع انت خدم على الخدمه موجوده دابا ما درناش حنا شي حاجه معاهم كنحطوا حتى حاجه عندنا هنا برا غير الماتريال ديال السيد المسكين اللي جا خدم هنا المسكين تيبكي يبكي بعد ما تيخدم والله لا والله لا بقى تيبكي مسكين ما عنده باش يخدم وشوف شحال غيبيعوا هاد غيبيعوا باطل داك الخيط باطل غيبيعوه باش يتاكدوا شي حشومه كاع الشفار ديما كيبقى شفار راه ولدي هادشي لعيب بالله العظيم باش حنا باش حنا مسلمين قالك نفسي حن حاجه ديال الناس يخليها عليه بنادم غادي حاجه طلبها اطلبها ما تترقش والله سيدي طلبها راه تترقها بالله طلب الانسان اللي كان عنده يعطيني حاجه وتقول حلال تهز البنان ديالو الحاجه هو ما عالم عليها ويجي ترقها له تغده يا باطل ولكن غيبقى ديما غيبقاو ديما هذوك اللور والو ما عمر الشفار يدير لاباس والو عمرك شي شفار ولا لاباس عليه شي شفار راه ولا لاباس عليه ديما يبقى شفار دائما يبقى شفار تيموت ويبقى ربي تبعو تيتبعو لك بالقبر ضروري ان شاء الله وانت باز ديما عمرك وقعت لك شي حاجه مع السرقه ايوا ويا ودي انا راه ماكش طوني انا وتحرام انا ربي يخلصهم انا بدي ودي عاود نبوز القصه ديال البغل اي اخلي الله ودي واخلي الله عاود القصه ديال البغل شنو وقع لك مع البغل اي اخلي ودي البغل واحد العام سرقوا لي ودي جوج بغال ايوا سرقوا لي مشيت ديك راليت عند الجدارميه طاولي الذكرى لاج بقيت تمشي للسواق ما خليت تابلات في الغرب مشيت مشيت هذيك الساعه كانوا البغال غاليين غالي البغال مشيت انا ما خليت تابلات سيدي قاسم مشيت للغرب مشيت للريف مشيت ما خليت ما جيت السواق ما لقيت والو حتى انا ولد فاس ندير كما كان بيع في المارشي المارشي جا على السوق ديال المارشي ديال البهايم مشد عليه السوق ديال البهايم على المارشي تندير صلاه المارشي ايوا مشيت الصباح قلت غادي نضرب واحد الدوره في هاد التوق ديال البهايم ادخلت ولدي تلقى واحد البغل وديالي تنقول هو هذا وشوك لي الراس ويا الله العظيم وتنمشي ونولي تنقول يا ودي اش بغد تنشوف هكا هكا تابع ما ولي عينيا كان واحد البوليس تما تيكون تما في كاريضان تيكون في السوق تيكون في المارشي ولا كان شي حاجه تي مشيت عنده قلت له ودي واحد البغل ديالي تسرق لي دابا راه قال لي واش اكدتي البغل قلت له دابا اكد ديالي قال لي عندك الذكرى قلت له عندي الذكرى لاش شفت معايا غاز معايا ديك الورقه دائما ايوا واش عنده هو قال له ارى الكارني قال لي انت ارى الكارني قال له البغل يا ولد الفوريان هو داك البغل الفوريان عندهم الفوريان البغال اه نمت مقريب الفوريان البغال قال له الفوريان ديال البهائم يا هو الفوريان قال لك سيدي عيط لك سي قالوا جبنا ورقه باش نشري هذا ماشي البغل قالوا شفتو من كيكو قالوا جبنا الورقه باش شريتيه قال لهم خشيتها في الدار هو ما كاتب ما والو داك البغال قال بغي ضامن تصامت وعنده الضامن السرو والبغل نيت ديالك ولا ماشي ديالك؟ البغل ودي انا ماكد ديالي وهذا ما فيش انا صافي ما ماشي لعبه تعمدت عليه ولا شيء والله ربي لا حاسب عليه ايوا هي ديك ولدي اش ما اش غيجينا مشى هو مشى قال له غنجيب الورقه من الدار مشى عيط لذاك الضامن قال له راه البغل لقيتو مسرو راه قبضوني شي واحد
قال لك ديالو، قالوا دابا خصك تبري داك مول البغل. شو عند مول البغل لقي يقول واحد الغابة، لقي يقول واحد الغابة مولها ساكن، جابوا قالوا لك البغل، قالوا لهم غنمشي معاكم إلا شفت البغل وكان ديالي غنقول لهم راه ديالي، ما كانش ديالي راه نقول لكم ماشي ديالي. أنا باغي تقولوا غدا تقولوا التليفون الآخر تقولوا هذاك راه ديالك. هي هذيك فعلا داروا معنا لا غد ليه مشينا، جابوا ذاك الشيباني. أوا شيباني قعدوا سيدي قعدنا شاف بداو داو شاف داك البغل في البوريان، قال لهم البغل ديالي. اه واش كاينه؟ اه جاو سيدي من جاب قال لهم البغل ديالي. قعدنا هكا يا جينا شينا تشاو معايا انا شينا جاو معاه هو ودوك اللي شاريين البغل. قعدنا بواحد القهوه قدام قدام الكوميساريه باش غادي يقدمونا يعمرونا الدوسي يقدمونا للمحكمه. اي قال سيدي قال له هذاك من البغل، قال لك قلت له سيدي البغل ديالي. كيقول هو قال لك هو داك الشيباني ديالي. قال لي داك الشيباني قال لي غنديروا حاجه، غادي نمشيو هذا البغل اللي قلتي ديالك غادي نرخيوه ونمشيو نديرو تيه في الدار. الا دخل الدار راه ديالي، ما دخلش الدار راه ماشي ديالي راه ديالك. اه زيرنيه يا ولي تا جا واحد السيد دابا البغل انا كنت فيه ديالي، جا واحد السيد تحامي تيقول لي ديالك تيبيع انت بكي قال لك البغل ديالنا. جا واحد يخدم لي غير واحد المره، واحد تيجا عندي تما تبعني بالطوموبيل جا عندي دخل قال لي نشوف لك البغل. قال لي هاد البغل ماشي ديالك. ها هو واش تقول؟ قال لي راه البغل ماشي. اه قال لي انا خدم به مره هنا شوف الناس عندهم راس. قال لي ديالك ما عندوش هذيك ما بيضه مهين بلبهم اشوف يا قاسم يفهموا الناس يعطي بهايم يحطوا بهم الناس يسالي اللي جات له. قلت له واش تقول دابا الناس انا الناس قبدناهم مع السوق ولدنا وسيبك حدا هادي. قال لي دابا قال لي واهي لي شد راه دابا باش غيقدمونا للمحكمه بطونا نمشيو نقدموا عند الوكيل الملك. قلت داك السيد دابا شي كتاب بغيت دابا تقول هذا بغيت هذا غادي 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 نديه منك وغنديرو التنازلات. قال لك انا دابا قلت محامي قلت محامي على البغل. محامي اه قلت محامي حشينا في ذات المحامي غير البغل كيف شحال كان بس ديك شحال كان ندير البغل ديك الوقيته؟ البغل كان يدير 150 160 140 مليون حتى مليون البغل. ايا قلت له سيدي جاو الناس دخلوا بيناتنا قالوا له شحال عشيه بيعطيها لكم وديروا التنازل. مشينا درنا التنازل عند واحد الدري صغير كيكتب داك الشيء كان عندي خالد ديك دارنا بالله هما سرقوا البغل وانا سمحت لهم. ديرها الكوميسير كبير دعنا ديك الورقه كيفاش تقولنا ما يلعبوا لحس عراوي كيفاش ما يلعبوا دعنا له ديك الورقه قال كاين تسوى دابا دابا انا بدكم الحفره دابا انتوما سرقوا البغل انت سمحتي لهم. قال ترى قلت له دير على ما عرفناش على ما قاري شي ما عرفت الله يهديك بخير. قال ترغبوا قال لك سيروا عند ذاك الكاتب سخر ربي قال لك سيروا عند الكاتب يسوي لكم التنازلات سامحتو يسوي لكم عطي هذا القطع هذاك التنازل اللي درنا وكتبنا لك انتوما درتوا تنازل ديال غير صيفطكم الغبار. ولا هذيك الايامات كانوا الشفار عرفتي اش داروا الشفار داولوا الحواله ديال العيد شحال من حول داولوا عرفتي داك الشيء باش كان بقى واني ما بغيت خلصوا ربي مشى وكلشي. المهم بس صارت القصه ديال البغل صارت قصه سيدي تنازلنا بتنازلوا ليا وديت منهم ذاك البغل 90 ذاك اللي كان مبوط البوريان ديت منهم سكي تا عندي تا دار خدمت فيه تا بعتو تا خدمت فيه شي سنين ولا سبعه. كان مازال الوالد مسكين الله يرحمه ما بقاش ها بعتيه ما بقاش لا بعتو كان الوالد مسكين باقي حي الله يرحمه. باش يعرفوا المشاهدين راه باص دي كان عنده البهايم تيعطيهم غير عباد الله كيصدقهم اللي بغى يخدم شي حاجه هكايا شحال كيديها اللي بغى يحرش كيديها اللي بغى يبغى لوتو والتيران عاوتاني عندنا التيران ديال البقرات الفحل ترى خليه بحال ديما اللي بغى سبيل الله اه اللي بغى عاوتاني اه ولدي الدنيا هي الشفاره وتبقى شفار ايوا ديرو شفار تلقى غير شفار شفار ديما يا ولدي ما عمرو ايوا دابا خوتي راه هما كنبنا لك بريده ايوا قلب دابا جا خوتي تمو السيد مسكين راه صنع الحاج تيبكي والله العظيم هذا خناك والله دي ايوا دابا راه نجي مسكين ديرو ماتريال اش هاد المتر مسكين يخليوه بلا وليداتو كيخدم عليه يهزو باطل يدوه الله يبيعوه باطل ولكن اودي شفار تلقى غير شفار. لا دابا هو مسكين اللي صوب داك البير وهاد جوج بيار معروفين تبارك الله هنا في المنطقه هذا ديال هنا والاخر ديال دوك الجيران جاب دوك الجيران تبارك الله الماء ها تبارك الله الماء الناس ما تعيدوش الماء الناس يشربوا الناس الله يا ربي ما تحكيوا يا بنتي بنادم يجي يضيع واحد حاجه يضيعها
دابا هاد الراجل المسكين اللي تيعاون راسو صلح داك البير وجا عندنا النيت وجاو لهاد جوج بيار بالضبط. ياه هو عيط للحاج عيط له راه قال له واش ما مشى لك والو راه هاد الجار راه كان معاه وعيط بابا قال له واش هاد راه ما مشات ما مشى لك والو راه هاد الجار اللي حداك راه داو له شي حاجه للبير. قال له باباك لا لا الدنيا هانيه. ايه كي ولا صافا جا الصباح قال له عافاك نهز داك الماطريال جاو هزو القهوة. ما عرفتوش يهزو الدينامو مع تقيل. اه الدينامو اللي خلاوه قال لك ولا شنو ما عرفتش واش كي داير. الدينامو راه الدينامو راه بالثمن دابا بغي ما دار الدينامو. اه وين خلصهم. ما قدوش على الثقل واقيلا. المهم راه المهم راه عرفوهم راه دابا راه كيديروا معاهم اللازم ان شاء الله باذن الله وخاصه واحد الكاميرا تما اللور راه يدير الحاج اليوم غيزيدها تمايا. الكاميرات راه عندنا في الدار دايرين بالدار كامله وشي عندنا مريكل حنا. اه حنا دايرين الكاميرات في الدار كامله. لا ديال الصافي بقيت تطلق بالليل. والله تطلق بالليل حليب حليب على شارك ورين منها. لا نبقاو ندخلوا المعيز وتلقوا صام. المعيز وتطلق صام، صام هو الحل النهائي. اه فهمتي كي. والسلام عليكم اخواني اخواتي بنياتي وليداتي. السلام عليكم اخواني اخواتي بنياتي وليداتي تحيه لكم كاملين والله يسهل امركم الله يعلي درجتكم. شكرا لكم والتعليق ديالكم الزوينه وشكرا المسانده ديالكم معنا مع ايوب وفاء. ايوا اللي بغات شي حاجه ربي يحققها لها ان شاء الله الامنيه ديالها. المشاهدين ديالنا كنشوفكم مع المهمات ديال اللي كان وليد كنشوفكم معكم. اي الله تحيه للمشاهدين كاملين مساكنين. الله يعجبني الله السر ديال القصه. اه عرفتي كون كتهدو شي حاجه تلقاو عندكم القصص الله يعطيها. اه تاين ايوب انا عاوتاني دابا فاش اللي درت انا من هذا ديالي واحد القصه سمعتها قالك واحد مسكين كان داير هادشي ديال البقر والتيران وتيبيع الحليب تيجي الكاميو تيشرجو منو الحليب تسرقوا له التيران وشكون ايوب اللي لقاه سرق فاش بقاو تيديروا البحث ديالهم ومشاو مع داك الشيء واحد كيجي تما تيجي مع الشيفور ديال الكاميو ديال الحليب تيدخل معاهم يهز الحليب وهندس داك الشيء شتي دائما فاش تكون شي سرقه راه تيكون شي واحد جا هندس ولا ايين ديالنا كيف لقيتو بخير وعلي حسن المزوم معاك راه نقولوا بزاف وحنا ما كناش معاكم عاد جينا هنا اخوتي عاد جينا راه شنو مشكل الكسره راه ولا تيخلع صراحه الله والله خاصه دابا حساب الموت وخاصه دابا شو عاد درنا فيديو على هادشي كنهضروا يحضروا راسهم زعما الناس كون حضرنا راسنا حنا وحنا ما حضرناش راسنا اخوتي ها وقيل هذاك النهار صراحه الله لا شي كل داك النهار فين درنا الفيديو فين قلنا الناس حضروا راسكم من فاش جا الحاج تيعاودنا والله العظيم. اه وي بنتي الله يهدي بنا بنتي الله يهدي ما خلق الصح خدمه بنتي موجوده خدمه موجوده الصراحه خدمه باش مات الله وياك باش مات الله اللي كان اللي قسم الله ياكل حرام يجيب حرام ويبقى مقلد بها غدا قدر الله لا بزاف والله يهدي بنا بنتي الله يهدي بنا ودابا الحاج راه ماشي داخل في هادشي التصنيعيه قال لك الخدمه موجوده ولكن ما كاينش اللي بغى يخدم ما كاينش د العام لا والو عرسي ولا عرسي تيتلوى والغش ولا الغش ولا ما عرفتش عرسي مجلد العاميه دابا مشات بغاو يتركوها راه بنتي ما بقاش خدمه بنتي تخدم حاجه بقلبو ياخد معاك الحال كتشوف بحال هكا دابا تيبقى فيه الحال علاش بنادم تيدير بحال هكا وهي الخدامه حقاش تخدم عندنا هنايا نهار ونهار الثاني مشى الحال جابهم من الدار حتى العشرة حتى العشرة حيت زعما راني غادي داير لي بالنهار صافي نوض لي وقتي بغيت هو مشيت مشى تدور يجيبو يجيبو من الدار لا هذا ماشي غير خدم معاه عطاه له واحد السيد تيسودي هنايا البلاكارات والله الا قال لي الحاج شي جبتو من الدار قال لي نوضتو من الدار قال لي جبتو باش والله يخدم والله يجمعو باقي يخدم بالمشتط ديالو كره والله الا فعلا نيت الله العادي صافي يا ربي يكون كلشي مزيان كلشي الله يهدي ما خلق هذا ما كلشي مزيان كلشي مقاد راه هي الجنه لا ويني في هذا لا سمح لي ايوب كاين الصالح وكاين الطالح كاين الشفار كاين ولد الناس كلشي كاين لا ويني في هذا الاواخر قوى الله يستر الغدر قوى تحرميات قوى تسجيلات لا ويني شي حوايج جايبانهم علامات الساعه الله يستر ولكن باش دابا ربي يرحمنا مازال ولدي باش الدنيا راه كاين مزيان وعيان ماشي نقولوا ايوا كاين مزيان داك النهار مكلالك مشات مكناس هي وناديه مشاو تغداو مشاو تيعدلوا واحد عند مول من داك صوب البلدي نسى التليفون بقى لا تما طنسوني عليها والو عطينا ديك قلبوا قالت لنا ديال التليفون طاح لنا داو هنا ولا طاح لها سوني المعلم بقى طنسوني جاب لي واحد الدري مسكين قال لي ولاد حنا صوب البلدي راه التليفون كاين نسى تما مشات لقاتو قالت هذوك الدري غير صغير قال كاين ولاد الناس كاين ولاد الناس كاين بنات الناس وكاين ولاد الناس ماشي كلشي كاينين والله ما يجيو الناس كاين تبارك الله اللي واخا تحط خدام كتحضر ربي قدام داكشي على التربيه معلم الوالدين القناعه القناعه صحيح
الحاجه ديالك ديالك ماشي ديالك راه ماشي ديالك صافي. اي والله ديما والله كاين اللي يموت بالجوع ما يشرقش. انا عاود ندري صاحبي واحد شنو وقع في الحانوت. تحيه لي خويا عزيز. جا واحد السيد عنده المحل جا عنده ما فحالتوش قال له عافاك اخويا مع كيقادو الكفاف ديال رمضان كيجيو عندهم الناس كيبغيو يقادو الكفاف. جا واحد ما فحالتوش قال له عافاك الا شي واحد بغى يقادو الكفاف ديال رمضان ولا هذا عافاك صوني عليا قول لهم يتعاونوا معايا ولا قال له صافي مرحبا خلي لي النمره ديالك. خلى ليه النمره تمايا هو راه مازال تيهضر معاه دخل واحد الكليان هذاك الكليان تقدا لي تقدا وخرج بحالاته مشى هضر هذاك معاه عادل مشى تالاخر بحالاته شويه ورجع الكليان قال له عافاك اخويا عادل واحد 4000 طاحت لي هنايا راه ما عرفتش كيفاش وقعت لي راه ما فهمتش شنو قال له عادل قال له راه كاينه كاميرا انا رد الكاميرا طاحت لك هنا راه طاحت لك هنا ما طاحتش هنا انا جاي جبد يخلص رد الكاميرا شاف السيد ملي جبد يخلص هذاك اللي جا قال له عافاك الا كاين شي واحد يتعاون معايا شاف 4000 طاحت برك بيا على رجلي والله يسلمك تيقول له ودي تعاونوا معايا راه بارك على 4000 اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاش هذاك السنه فاش هذاك السنه وزاد بحالاته بقى متلي واش 4000 ماشي كيتمشى بقى مجرجرها برجليه غادي غير جرها برجليه بحال هكايا تطيحها من الدرجه ولا نزل عندها هزه وزاد بحالاته كاميرا قاطع عادل شوف هاد رزقك راه حلال راه جا السيد راه خلى لي النمره كاع شوف خلى له النمره صون عليك السلام عليكم شوف سبحان الله قال رجع عندي ما قالوش 4000 ما 4000 شوف قال له رجع لعندي عافاك راه واحد المحسن شوف ربي كبير شوك عليا واحد المحسن واحد المحسن رجع قال له شدوا على الدري صاحبي ما كيبغيش يحرج بنادم معقول تبارك الله عليه تحيه ليه كامل وعائلته الله يعمرها سلعه الصراحه ناس طيبين غير بينو وبينو قال له راه طاحت واحد 4000 راه شفنا في الكاميرا شفناك هزيتيها ردها بيني وبينك ردوها لمولاها ما شتيني ما شتيش دابا يا لطيف يديها خايبه والله ما هزيتش 4000 انا ندير 4000 ما شفت لا 4000 ما ديت 4000 لا بالوجه تشوف لك عادي دابا هذاك انا ملي هضرت بيني وبينو وما حشمش يعني بغى الشوهه لكن انا نجيبو الكاميرا في التلفازه كلشي كيشوف الناس كلشي كيشوف قال له انت صطمتي عليها برجليك شتي راسك صطمتي عليها شاف راسه بدا بقى يقول له صافي اخويا عادي صافي بقى اخويا تيقول له صافي 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 ودابا نضرب من بعد في هادشي نضرب من بعد شاف راسه غادي حشوم قال له ملي هضرت بيني وبينك ما حشمتيش خصنا تا نديرو السينما ونديرو هذا قالوا باش نضرب على فرض السينما لا عادي بالله يستر ورد عليك وكون شديت النمره تما قطعتها حنا انا والو هذا اللي ما رحمش خو المسلم الله يستر شنو غير غدير فيه والو ودي وعارف مولاها شافها طاحت قدامه راه ماشي ديالك الله يستر ماشي ديالك الكاميرات هادشي ما زوينين داو جا واحد مسكين تا وجد حفر البير بالثمن ودير مسكين الخيط ودير وجي واحد القصاص كنت شتو شو ما قال والله ودي لعيب انا واحد عيب كنتي معاه ولا ما كنتيش فاش لقات وقيله 16000 ولا داك الشيء كنتي بعدا انا حقه وقعات لي كنت الجمعيه وصاحبتها غادي نصلي الظهر وقيله في رمضان في رمضان لقى واحد الكميس هاد الفلوس قد هكا شوف بس كي قال كواي لي فاطمه انا عارفني واخا هزاتها وانا كان تيحط مسكين كان تيتاجر في البصله تيجيب لي حتى 6 المليون ما عارفينش ما عارفينش لا والو واحد القناعه الحمد لله يا ربي لقاو خوتي زمد الفلوس هكا مدوره طايحه ما تحسبتش والله الا انا جارتي واحد السيده تحيه ليها اش دالو قالت لها ماما قالت لها ما عرفوش منين ندي ولا الجامع انا ناويه قسما بالله زعما ما تسالوني حلوف الا ناويه نديها الجامع كان تيتبنى وكنت انا من الاوائل انا وجارتي عقلتي ولا كنتي معنا ولا لا لا ما كانش راه كان ايوب وانا من الاوائل اللي تندور تنجمع الجامع كتسعى بيت الله لا تندور تنقول لهم تعاونوا على الجامع تندور انا وصحاباتي وبديت من الحاج ولادي ولوسي بديت منهم بقيتهم في الدار قلت لهم كلكم تتعاونوا بعدا عاد نخرجوا لبرا قلت لكم اخوتي وشي واحد المهم راه وقيله شاف جالس في البيكوب جالس في الطوموبيل وشافوا مهزوا ديك الفلوس وقيله هو كان عاست عليها لا هو دابا حنا سمع جايين في الدرب طوله ومازال ما درنا ديك الدوره ديال الدرب جايين طوله هو بقى تيشوف فينا حنينا راسنا هكا انا قلت هذا حشومه الراجل بقى حنينا راسنا هكا هو واقيلا حاضينا الدوره اللي غادي ندورو في الدرب زدنا غير واحد شويه وانا نلقى رزمه الفلوس حنيت عليها قلت لها جرتي شوفي تبارك الله قلت لها هذه غادي ندي والجوع يعيط ليا شريفه شريفه قال لك هذيك الامانه راه مات لي واحد السيده من فوق من البالكون داريو عام
من ركنه انا تنحشم قدام الرجال. تقول له شحال اسيدي في هذه الامانه؟ الامانه ديالك شحال اسيدي في هذه الامانه هذه؟ وكي داش من لول فيها؟ راه ما تهلك المراه. ولا لا كون ربما تلقى غادي يكون واقف واش الفلوس غادي ترمز بها. دابا حشمه اللي كانت الوالده وصاحبتها حشموه وهذيك كثر مني وصاحبتي تحيه ليها حتى هي راه عزيزه وفاء ظريفه ودرويشه. انا بعدا فيا واحد القاعده تيحطني الحاج غير في الطلب حدا القهوه تيولي وجهي حمر تنزنق ما عرفتش واش محيط ربينا في العربيه كن خجولين بزاف. صافي الوالده باش نساليو الفيديو راه عرفتي وعطيناها له والله الا قلت له انا قلت لجارتي صافي ناويين باش نديوها للسيد اللي مكلف في الجامع غادي نعطيها للجامع. لا صافي دبر راسو داها ونوال بنتي لا لقات ناول لا لا هذه نعاودها ضروري ناول عاوتاني لقات واش 16000 ولا 14000 جايه مع الطريق ودابا قالت بقات تدورها في راسها قالت هذه تكون طاحت لشي حد مسكين وبقات هكا تشوف زعما لا يجي شي حد قالت والله غير وقفت هنا شويه بما وهي تجي شي مراه عطاتها الولد باش يخلصوا الكره وطيح حالها. قالت لها شوفي انت خالتي ها هي قالت لها فلوسك راني انا خوتي واحد المراقد الفلوس ولكن حلال عليا. علاش حلال عليك؟ لا تيزين صوتيت بحال عرفت صوتيت صوتيت هذيك ضربت يدي بحال هكايا حسيت بشي حاجه في يدي كملت عليها اي طلعت درت ها بالك 4000 100 درهم 10000 ريال وما بغيتش نديها درت ها كيبان لي بنادم كيدود كينغل اللي قلت قال من هاد 10000 كلشي كوك ديالي اللهم صافي راه ديالي جابها لي سيد ربي غنحتي يدي ونلقاها مسافش لا صدقها ايوب انا دائما الامنيه ديالي تنقولها لقيت شي حاجه نصدقها ما صدقتهاش مشيت برعت راسي ما كاين غير الحلويات والله العظيم عرفتي شي بسكويتات شريت وشريت 10000 ريال لقيتها ويلي دابا الحيت انا قلت ايوب شي حاجه بغيت تعطيها مولاها الاماره يعطيك الاماره ديالها خصو يعطيك الاماره وحتى انا قالوا حتى ديك السيده جارتي قالوا لها الدراري قال لها تما قولوا لها شحال الفلوس قولوا شحال ويلي حنا ما عندناش ديك الجور انا لا هي لا هي احنا واش 100 درهم واش 4000 لا هذيك موسى لا زعما قلت لك فيها اربع قد القد خصو يقول فلوس شحال فيها ويقول اللون فلوس واش 4000 واش 2000 واش لا حنا هذيك موسى زعما اللي لا فيها 4000 واش 2000 هذه واش شاف شي حد اللي طاحت له لا هو واش شاف شي حد طاحت له وبقى حاط عليه وجينا حنا في ديك اللحظه وانا نيتي والله قسما بالله ندي الجامع كان جامع النيت تيتبنى وشوقي في الجامع يتكمل الجامع ديال الحومه الحمد لله يا ربي والله ربنا الوالد والوالده احسن الحمد لله يا ربي وهاد القصص اللي كنعاود لكم راه الواحد كيستافد منهم وحتى الناس يعاودوا لنا حتى الناس لهاد غادي يكونوا عاودوا لنا شنو وقع لكم في هادشي ديال واش شفروكم واش لقيتو شي حاجه رديتوها لمواليها المهم عاودوا لنا القصص راه حنا كنشوفوا لكم والله ديما خلقوا راه حمل الله يحملنا راه شتي راه في الحجه ايوب الحج سمع تنطوفو وباباك طاحت له الساعه فاش حنايا جينا نقيسوا داك الحجر الاسعد وتزيرت في العمره لا قلت لك زعما في وسط في الحج ولا في العمره وتي واحد الحيط تمايا تيحطوا فيه عامر لقينا ساعه محطوطه تما كاين واحد البيت الخزائن تيديو له الحاجه اللي لقيتيها تديها لبيت الخزائن ولا تحطيها تما لا والو عرفتي ماما مغطاش خذي خذتي فيديو جا ان شاء الله والله الا لقينا الساعه ديال بابا كتب مع السلامه مع السلامه ودي ايوا شكرا لكم انا كاع عرفتي واش كانت دعواتكم معنا بشتا ان شاء الله اي الله يرحمنا صح نعاونوا لنا نص ساعه لفوق ها خليهم قابلين علينا مساكن تحيه لهم كاملين والله مشارجع تحيه للمشاهدين ديالنا فيديو جديد غنهضر الله الا تحيه للمشاهدين السلام عليكم الله شكرا لكم